السلام عليكم شباب بريب 2. احنا عايزين بقى نعمل ملخص كده للقصة بتاعت الميديانز. احنا كنا بدأنا عملنا فيديو قبليه، كان اول ليسون في الميديان. النهاردة هنراجع عليه بسرعة وندخل كمان على ليسون 2 عشان نبقى خلصنا الميديانز كلها. مبدئيا قلنا كلمة ميديان اوف تراينجل معناه اللاين سيجمنت اللي بيترسم من اي فيرتكس للتراينجل تو ذا ميد بوينت اوف ذا اوبوزيت سايد او بايسكتس ذا اوبوزيت سايد. زي ما احنا شايفين قدامنا، ما دام الدي ميد بوينت اوف اي بي يبقى ذيرفور سي دي از ا ميديان، يعني اسمه ميديان. طيب بعدها عرفنا ان اني تراينجل هاز 3 ميديانز، اي تراينجل اقدر اطلع من السي ميديان ومن الاي ميديان ومن البي ميديان، يعني من الثلاثه فيرتسيز ميديانز، فبقى عندي 3 ميديانز. بعدين عرفنا ان ذا 3 ميديانز اوف اني تراينجل ار كونكرنت. كلمه كونكرنت قلنا يعني انترسكت ات 1 بوينت، يعني مثلا لو طلعنا كده وكده هلاقي ان هما التلاته اتقابلوا في بوينت كنا بنقولها ام او اي لتر، فكنا بنقول ان الام دي از ذا بوينت اوف انترسكشن او بوينت اوف كونكرنس اوف ميديانز. طيب بعدين عرفنا ان البوينت دي بتديفايد اتش ميديان ان ذا ريشيو 1 تو 2 فروم ذا بيس اور 2 تو 1 فروم ذا فيرتكس، يعني لو اللي تحت دي 5 يبقى الكبيره ب 10، ولو اداك الميديان كله سي مثلا ب 12 نعمل ديفايد 3، فالصغيره تبقى 4 والكبيره 8. طيب بعد كده كان في جزء افتكرناه من اولى اعدادي بينفعنا جدا في اسئله البروف. الجزء ده كان بيقول لي ايه؟ لو انا عندي مثلا تراينجل اسمه اي بي سي وهنا اسمها دي وهنا اسمها اي، ده ميد بوينت والاي ميد بوينت. كان في حاجه بقى قلناها في اولى اعدادي وحفظناها مع بعض بتتكون من ثلاث كلمات اسمها ميد باراليل ميد. الراجل هيدي لك حاجتين وانت تقول الحاجه الثالثه. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا يا جماعه لو الراجل قال لي ان الدي ميد بوينت والاي كمان ميد بوينت اهو ميد وميد، ايه الحاجه الثالثه اللي فاضله؟ ان اللاين اللي بيوصل ما بينهم بارالل تو ذا ثيرد سايد، مش بس كده وكمان هاف اللينث بتاعه، يعني لو البي سي 10 يبقى الدي اي 5. طيب لو هو قال لي ان الدي ميد بوينت وقال لي في الجيفن ان الدي اي بارالل للبي سي، هو كده قال ميد وبارالل، يبقى اقول له انا الكلمه الثالثه اللي ناقصه ان الاي اللي انا رايح عليها هي كمان ايه يا جماعه؟ ميد بوينت. الحته دي بنستخدمها كتير جدا في اسئله البروف. طيب الجديد عندنا بقى النهارده، خدنا ثيرم 3 اللي هي كانت بتقول ان ذا رايت انجل ذا تراينجل، يبقى هنتكلم في الرايت انجل ذا تراينجل بس. ذا لينث اوف ذا ميديان فروم ذا فيرتكس اوف ذا رايت انجل ايكوالز هاف ذا لينث اوف ذا هايبوتنس. يعني يا شباب زي ما انت شايف قصادك في نمبر 1، لو عندك تراينجل رايت وطلع من الرايت انجل ميديان، مستر مين قال لك ان ده ميديان؟ عشان الدي ميد بوينت يبقى اسمه ميديان. جه قال لي بقى في خاصيه حلوه قوي للميديان اللي خارج من الرايت انجل بس، ان اللينث بتاعه بيكون هاف الهايبوتنس، لان ما دام البي دي ب 4 يبقى الهايبوتنس اللي هو اي سي ب 8. طب ويبقى الاي دي كده كده الحته دي هاف الهايبوتنس يبقى 4. طب هنا يا مستر الكي ميد بوينت يبقى الاي كي اسمها ميديان، حته ميديان ومش ميديان ملهاش دعوه بالرايت، هي ليها دعوه انه نازل من الفيرتكس على الميد بوينت، بس ما دام هو يا مستر ميديان خرج من الرايت يبقى هاف الهايبوتنس اللي نازل عليه. هنا الهايبوتنيوز 10 يبقى الاي كي ايكوال 5. طب الاف كي كده كده هي هاف الاف ان يبقى برضو 5. طيب الثالثه دي بتقول لي احنا هنبدا بالتراينجل اللي فيه جيفن اكتر يا جماعه عشان عندي اثنين تراينجلز هنا. خلينا في اي دي سي، ما دام الاي ميد بوينت يبقى الدي اي اسمه ميديان، خارج من رايت يبقى هاف الهايبوتنس، الدي اي ب 3 يبقى الهايبوتنس ب 6 اللي هو اي سي. طب الترينجل اللي تحت برضه الاي ميد بوينت يبقى البي اي ميديان، طب يا مستر ده خارج من رايت يبقى هاف الهايبوتنس، الهايبوتنس ب 6 يبقى هو ب 3. يبقى قلنا لو لقينا رايت انجل ده ترينجل خارج من الرايت انجل ميديان يبقى هاف الهايبوتنس. الكونفرس بقى بتاعتها يعني العكس، بيقول لي if the length of the median drawn from a vertex of a triangle equals half the length of the side opposite to this vertex then the angle at this vertex is right. يعني ايه يا مستر؟ بيقول لي بص لو انت عندك تراينجل كده اهو وجينا رسمنا ميديان، عرفت منين انه ميديان؟ انه نازل على الميد بوينت، ولقيت ان الميديان اللي انت رسمته ده اللي هو هنا اسمه بي دي، لقينا يا جماعه في الجيفن ان اللينث بتاعه هاف الاي سي، لان مثلا لقينا ان دي 4 والاي سي كلها على بعض ب 8. طب استفيد من كده ايه؟
لما تلاقي ان الميديان هاف الهايبوتنس تستفيد من كده ان هو خارج من رايت انجل، يبقى حاجه وعكسها. الثيرم نفسها بتقول لو عندك رايت انجل خرج منه ميديان يبقى الميديان هاف الهايبوتنس، عكسها بيقول لو لقيت ميديان هاف الهايبوتنس يبقى خارج من رايت انجل، فيبقى انجل بي از رايت انجل الميجر بتاعها 90 ديجري. طيب بعدين معلومه كرولري يعني نتيجه سهله قوي على الكلام بقى بتاع التراينجلز، قال لك لو لقيت رايت انجل لتراينجل برضو يبقى شغلنا النهارده كله على الرايت انجل لتراينجل، ولقيت هديه اسمها انجل اوف ميجر 30 ديجري 30 بس يبقى برضو السايد اللي اوبوزيت لل 30 يعني اللي في وشها يا جماعه اللي هو هنا بي سي half the length of the hypotenuse، يعني لو الهايبوتنوس هنا ب 12 يبقى السايد اللي قصاده ب 6. الكلام ده ما بيتحققش الا لما يبقى رايت انجل ذا تراينجل وانجل 30 ديجري. طيب نحل بقى اكزامبل بروف معانا كده على الكلام اللي احنا قلناه. انا دلوقتي شايف قصادي يا جماعه تو تراينجلز، تراينجل تحت اسمه ABC، تراينجل فوق اسمه AEC. هو طلب مني في الاخر the length of x y. طيب اول حاجه طبعا بنقرا الجيفن اللي هو قايله موجود على الرسمه. نبدا دايما يا شباب من التراينجل اللي فيه جيفن اكتر اللي هو اللي تحت اي بي سي. لو خدنا بالنا الدي ميد بوينت، هو ما قالش ان البي ميد دي ميديان فلازم انا اللي اثبتها له، اقول له ان تراينجل اي بي سي سينس ان الدي از، كله يقول بقى معايا ذا ميد بوينت of AC، ما دام الدي ميد بوينت يبقى ذيرفور طبعا، والبي فيرتكس يبقى ذيرفور بي دي از ا ميديان. مستر هو انا لازم اثبت انه ميديان كده في الاول؟ اه ما دام ما قالهاش هو بلسانه في الجيفن لازم اقولها لا. طيب خلي بالكوا بقى، ده ميديان وخارج من رايت انجل، طب ما دي هديه. الميديان اللي خارج من رايت انجل بيبقى هاف الهايبوتنس، ما دام الميديان 5 يبقى الهايبوتنس بتاعي 10. فانا هقول له سينس ان ميجر اوف انجل بي ايكوالز 90 ديجريز، وكمان انت مديني ان البي دي اللي انا لسه قايل لك عليه ان هو ميديان ايكوال 5 سنتيمتر، يبقى ذيرفور الاي سي هتبقى قده مرتين يعني ايكوال 10 سنتيمتر. كده اول حاجه جبناها ان انا عرفت اجيب ان الاي سي ب 10 سنتيمتر. طيب تاني جزء نخش على التراينجل بقى اللي فوق. الراجل قال لي ان الاكس ميد بوينت والاكس واي بارلل للاي سي، المعلومه بتاعت اولى اعدادي اللي قلت لكم هنستخدمها كتير، هيديك كلمتين وانت تقول الثالثه. هنا قال لك ميد وبارلل، يبقى فاضل ان انت تقول له ان الواي اللي رايح عليها هي كمان ميد بوينت، يبقى اقول له ان تراينجل اي اي سي سينس ان الاكس از ذا ميد بوينت اوف مين يا جماعه؟ اوف اي اي يا مستر. وكمان اند انت قايل لي ان الاكس واي كل ده مكتوب في الجيفن قصادكم بارلل، علامه البارلل انتوا عارفينها للاي سي يا مستر، كده ميد وبارلل، فاضل الكلمه الثالثه اللي هي ميد، يبقى ذيرفور واي از ذا ميد بوينت اوف اي سي. طب ما دام ميد وميد مش يبقى الاكس واي ده هو بارلل للاي سي بس مش كمان يبقى هاف اللينث، يبقى ما قايل له ذيرفور ثانيه وراها ان الاكس واي مفروض ايكوال هاف اللينث بتاع الاي سي اللي بارلل ليه. طب ما انا لسه جايب ان الاي سي ب 10، يبقى ذيرفور الاكس واي ايكوال 5 سنتيمتر، وهو ده اللي الراجل كان طالبه مني. يا ريت الناس تسمعها كويس قوي وتشوف انا كتبتها ازاي عشان يبقوا يعملوها زي كده، او اي مساله ثانيه نمشيها كده ستيب باي ستيب، واحده واحده مع بعض. طيب كمان واحده، الراجل جاي بيقول لي التراينجل ده عنده الاي ميد بوينت اوف اي سي، والتراينجل اللي تحت في انجل رايت وانجل 30، التراينجل اللي فوق في انجل رايت، وبيقول لي بروف ذات ان الاي دي الاي بي هيطلع ايكوال الدي اي، يعني انا عايز بس اثبت ان الاثنين دول يا جماعه قد بعض. طيب بالراحه ومن غير ما نتسربع ومن غير ما نتخض ومن غير ما نخاف، المستر قال ابدا من التراينجل اللي فيه جيفن اكتر، انت شطور وعارف المعلومات بتاعت الدرس كلها. لو يا مستر ميديان خارج من رايت انجل يبقى هاف الهايبوتنس، لو يا مستر لقيت انجل 30 وتراينجل رايت يبقى السايد اللي قصاد ال 30 هاف الهايبوتنس، كل المعلومات دي انت عارفها. تعال بقى ننفذها ونكتبها بروف. اول حاجه المستر قال ابدا بالتراينجل اللي فيه جيفن اكتر،
واضح ان تحت في كذا جيفن 90 و30 وميد بوينت. طب تعالوا نشوف كده، تعالوا نشوف هنستفيد ايه. اقول له ان تراينجل اي بي سي سينس ان ميجر اوف انجل بي، او في ناس يقروها بثري لترز صح، اي بي اي بي سي طبعا، ايكوال 90 ديجريز، وكمان ميجر اوف انجل اي سي بي ايكوال 30 ديجريز. انا كده كاني بكتب الجيفن اللي هو قايله، لسه ما قلتش حاجه من دماغي. اللي اجيبه من دماغي بقى اللي انا استفيد بيه. احنا في المنهج بتاعنا عارفين لما الاقي رايت انجل ذا تراينجل وانجل 30 اللي انا قلت لكم الهديه، مش قلنا يبقى اللي قصاد ال 30 هاف الهايبوتنس؟ اه يا مستر تصدق، يبقى هنا نقول اللي قصاد ال 30 اللي هو اي بي، يبقى يا مستر ذير فور اي بي ايكوال هاف الهايبوتنس اللي هو قصاد الرايت اللي هو اسمه اي سي. طب ما مستر وانا ما اعرفش الاي سي بكام. يا عم انا مش عايز منك لينث اصلا، انا في الاخر عايزك تثبت ان ده قد ده. انت كده جبت ان الاي بي هاف الاي سي، هنسمي دي نمبر 1 عشان احنا كده خلصنا اول جزء نعرفه، يعني خلصنا اول جيفن ان انا استخدمته جبت منه المعلومه دي. طيب سميناها نمبر 1. نخش بقى على الترانجل الثاني. ان ترانجل اي دي سي ايه اللي انت تعرفه يا باشا فيه؟ اسمع بقى يا مستر، انا اعرف ان سينس ان اي از ذا ميد بوينت اوف اي سي. يلا يا جماعه انتوا بقى الحته دي خلاص قلناها كتير، ما دام الاي ميد بوينت وده نازل من فيرتكس يبقى الدي اي اسمه ميديان، ذيرفور يا مستر دي اي از ا ميديان. وقلت لك 1000 مره لازم تثبت له ان هو ميديان ما دام هو ما قالهاش بلسان. طيب بعد ما اثبتنا انه ميديان نشوف بقى هديه من الهدايا بتوعنا يا مستر. طب الحق يا مستر، الميديان اللي انت لسه قايله ده خارج من رايت انجل، واحنا خدنا في المنهج لو لقيت ميديان خارج من رايت انجل يبقى في الهايبوتنس. تعالوا نكمل البروف هنا. قوم قايل له سينس ان ميجر اوف انجل دي انت مديها لي ب 90 ديجري، الله، وانا لسه قايل لك من شويه ان الدي اي ميديان، طب ما كده ميديان خارج من رايت انجل، استفيد ايه في المنهج بتاعنا؟ يبقى ذيرفور دي اي ايكوال هاف الاي سي. كده خلصت المعلومه اللي اعرفها اسميها نمبر 2. طب بعد ما خلصنا كل معلوماتنا يا جماعه تعالوا بقى نجمعهم مع بعض. يا مستر يعني ايه نجمعهم؟ بصوا كده يا شباب، هنا في نمبر 1 قلنا ان الاي بي هاف الاي سي، في نمبر 2 قلنا ان دي اي برضه هاف الاي سي. الله، يعني هما الاثنين هاف نفس الحاجه. طب ما مستر ده ينتج منه ان هما الاثنين قد بعض بالظبط كده. وما قايل له فروم 1 اند 2 وي ديديوس او وي جيت من نمبر 1 ونمبر 2 اللي انا لسه قايلها لك، بدل بقى ما اقعد اتكلم كتير بقول له فروم 1 و2 على طول، يبقى ذير فور الاي بي يا مستر فعلا قد الدي اي، وهو ده اللي الراجل كان بيسال عليه. يعني يا جماعه انا جبت ان الاي بي اهو نمبر 1 هاف الاي سي، يعني مثلا لو الاي سي ب 10 يبقى الاي بي 5، خليك فاكر اهو. طب في نمبر 2 جبت ان الدي اي هاف الاي سي، طب ما هي الاي سي هي اللي هي ام 10 فبرضه يبقى نصها 5. طب ما كده الاي بي والدي اي هما الاثنين قد بعض 5 و5، هو ده اللي الراجل كان بيسال عنه، كان بيقول لك بروف ان هما الاثنين قد بعض. اتمنى يا جماعه يبقى عرفنا ازاي بنكتب البروف بالراحه ومن غير خوف ومن غير قلق. كل المعلومات اللي عندي بحاول اوجهها في كتابه البروف ان انا استخدمها استخدام صحيح، الاقي الحاجه اللي هو طالبها مني اتحلت بمنتهى السهوله. ابدا من التراينجل او المكان اللي فيه جيفن اكتر وامشي واحده واحده الاقي المساله اتحلت. الناس تذاكر كويس وتسمع الفيديو كويس وتحل معاصر بقى، بوكلت، اي اكسرسايز شيتس، اي حاجه. ولو في اي مشكله يا جماعه ابعتوا لي على طول. السلام عليكم.